السلام عليكم احنا متابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. موعد مباراة توقيت قنوات الناقلة اتحاد تورقة ضد المغرب تطواني، الجولة 19. الدوري المغربي للمحترفين، اتحاد رياضي تورقي ضد المغرب تطواني، بطولة المغربية الاحترافية انوي، القسم الاول، الاحد 5 مارس 2023، اتحاد رياضي تورقي ضد المغرب التطواني على الساعة 8:30 ليلا. قناة الناقلة هي قناة الرياضية أجدي. موعد مباراة توقيت قنوات الناقلة. خوتي إذا عجبكم الفيديو بارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب، وتفرجوا في الفيديو من الأول حتى الآخر، ديروا لايك وضغطوا على زر الجرس وشاركوا في القناة، وشكرا لكم أصدقائي ومع السلامة.